كلنا بنعرف إنه مكان الدراسة له أثر كبير بحبنا للدراسة ونسبة تركيزنا، وبيأثر على المدة اللي بنقدر نقضيها وإحنا بندرس. وبدي أحكي لكم اليوم بعض الأفكار اللي بحس إنها مهمة لعمل جو مثالي للدراسة. أول إشي مكان مكتب الدراسة. من أكثر الأشياء اللي بحبها إنه يكون المكتب أو طاولة الدراسة أمام الشباك، لأنه بحب هيك يكون قدامي أفق واسع أكثر ما يكون قدامي حائط. النقطة الثانية هي تنظيف المكتب. قبل ما نبلش الدراسة لازم ننظف سطح المكتب بمناديل مبللة تكون ريحتها حلوة، وأنا بفضل أكثر شيء ريحة الياسمين لأنه ريحة حلوة بتعمل لك شعور حلو بالسعادة. النقطة الثالثة هي تقليل الألوان الفاقعة. طبعا أحلى شيء تكون أدواتنا ملونة لأنه الألوان بتعمل طاقة إيجابية، لكن بنفس الوقت ما لازم نكتر الألوان فاقعة كتير لأنه كثرة الألوان الفاقعة بتعمل توتر وبتشتت الانتباه. وبنحاول نستعمل الألوان الفاتحة زي مثلا الأبيض أو الأخضر الفاتح أو الزهري الفاتح، يعني هيك بنستعمل لون أو لونين بكفي، بيضل المكتب هادي ورايق. النقطة الرابعة هي تقليل الأدوات على سطح المكتب. بالعادة مكتب الدراسة بيكون حجمه صغير أو متوسط، وبالتالي ما رح يوسع أغراض وديكور كتير لأنه بدنا نفرد الكتب والدفاتر براحتنا وما نضل معجوقين وما تضل الأغراض محشورة بالطاولة وكل شوي خايفين إنه إشي يوقع. بنحط بس الأشياء الضرورية زي مثلا علبة الإقلام أو حافظة الكتب وممكن عرق ورد صغير وبس بكفي. النقطة الخامسة التيبل لامب. بالنسبة للتيبل لامب أنا ما بحب أستخدمه كتير، بحس هيك الضوء لما يكون مركز على الكتاب بكون هيك مزعج شوي وبيعكس كمية ضوء كبيرة على العيون فبنحس عيوننا تعبت بسرعة. إنارة الغرفة أحسن بكتير. نيجي للنقطة السادسة وهي وقت الدراسة. أحلى شيء وقت الدراسة عند الصبح، البيت هدوء والمخ نشيط ومركز. والنقطة السابعة هي أنه نبدأ يومنا بالقرآن. أحسن شيء لما نقعد ندرس نقرأ شوية آيات من القرآن ودعاء أنه ربنا يوفقنا وينجحنا. النقطة الثامنة هي المشروب الساخن. بحب كتير أنا لما أبلش دراسة أعمل فنجان مشروب ساخن وأحطه جنبي مع ثلاث حبات تمر أو حبة شوكولاتة صغيرة. النقطة التاسعة إبعاد الأجهزة الإلكترونية. لازم بس نبلش دراسة نطلع أي جهاز إلكتروني من الغرفة أو نغلقه بشكل كامل، لأنه إذا حكينا لحالنا خلينا نشوف هالشغلة أو خلينا نشوف هالإشعار خلاص سلامتكم راحت الدراسة وعلقنا. والنقطة العاشرة والأخيرة هي تحديد وقت للدراسة. لما ندرس دراسة صباحية لازم أقل شي نقعد ساعة، ولازم نعمل موضوع التزام بهاي الساعة زي التحدي، ونهائيا ما راح أقوم إلا لما أخلص هاي الساعة وبعدها بنحس إنه مبسوطين من حالنا وعنا ثقة إنه قادرين نلتزم وإرادتنا قوية. هيك بنكون خلصنا الفيديو، وهذا هو الجو اللي بحسه مثالي للدراسة. احكولي شو رأيكم بالنقاط اللي حكيناها وشو الأشياء اللي بتفضلوها أنتوا لما تيجوا تدرسوا. ولا تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا بالقناة وتشاركوا الفيديو مع صحباتكم. سلام.